يا رجل، حتى يعني خليني اكون صادق معك، قبل ما يقر النظام الجديد جلست انا وكان معي المستشار القانوني المعروف احمد المحيمي، جلسنا تحت قبه الشورى مع ثلاث اعضاء من لجنه الموارد البشريه، وشرحنا لهم انه هذا النظام اذا فقد الامان الوظيفي للموظف السعودي سيكون نتيجته كارثيه. بعيدا عن جلوسي انا والمحامي احمد المحيميد والنقاش حول هذا الموضوع وتبيان مخاطره، كتب ما يقارب 100 مقال قبل اقراره. وش كان وضع مجلس الشورى؟ وين مجلس الشورى اصلا؟ من نداءات والمقالات اللي كتبت من نخبه مطلعه، نخبه متخصصه في المجتمع تطالبهم بالحذر من فقدان الموظف الامان الوظيفي. لكن ماذا يريد الموظف من طيب وزير هذا العمل؟ شف